السلام عليكم خاوتي وخواتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي. الاخبار تاع اليوم خاوتي راح تدوخكم وراح تعاودوا ترجعوا لعقلكم نورمال. اذا مش عارف اذا كنتوا عارفين بصح سنطرة الان ولات تاع المروك، هما راهم يقولوا خاوتي باقي نشاركوا معاكم بالفيديو وقولوا لنا راكم في التعليقات. ايضا في الاخبار الناقلة الجزائرية مش راح تنقذ لبنان، وانما نقذت ايضا الطاليانيين، الكثير من الايطاليين نقذتهم. وكنشارك معكم تفاصيل الموضوع وكيف قامت بهذه العملية. أيضا في الأخبار راح نوريكم تفاصيل أخرى، مناورات ومشي مناورات، وإنما تحشد كبير جدا للجيش الجزائري وتمركزه الآن قرب الحدود الجزائرية الليبية تحسبا لأي خطر أو تهديد. وهذا الأمر خاطئ صراحة أمر جيد جدا، لأنه كان الكثير من الأخبار الآن راهي تقول بلي الجيش تاع حفتر وصل للحدود، راه مدحس على هذيك تاع البوطو تاع الحدود الجزائريه الليبيه. بصح دوك نشوفوا بالتفاصيل شنو داير فيها الجيش الجزائري، هل هو صح ضربها برقده كما راهم يقولوا اعداء الجزائر. ايضا خاوتي الان العالم يشهد ان الجزائر تعود لامجادها، راهم بداو يتحدثوا يعني صحفيين كبار والكاتب الصحفي والمحلل السياسي رئيس تحرير صحيفه راي اليوم عبد الباري عطواني يتحدث على هذا الموضوع. راح نشارك معكم مقطع من الكلام اللي قالوا. أنا في الأخبار وهذا الخبر فاجئ الكثير، خرج وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري وقال لهم بلي الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر الجزائر في حديث له، وجبدنا الحديث وعطانا التفسير تاعو ودوك نشوفوه مع بعض خاطي، وربما حتى راح نبداو أصلا الأخبار بالفيديو هذا. بصح قبل ما نبداو راكم تعرفوا وش هي أقوى حاجة تقدروا تعاونونا بها خاوتي. الله يحفظكم، كليكيون على زر اللايك، اشتركوا لنا في القناة وفعلوا الجرس، الأمور هذه كلها راح تدعمنا باش كل يوم نعطي لكم جديد الجزائر، واللي يتبع القناة تاعنا ما يخصه ولا جديد في العالم لأنه يكون عارف بكل شيء. صحيح خاوتي، يلا للتفاصيل. في الأول أنا حابكم تشوفوا معي هذا الفيديو خاوتي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي وهو يشرح حديث الرئيس حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن الجزائر وشو كيف فسرها. الشيخ من العلماء تاعنا ذكرناه ما عدد بزاف من المباركين، مات على اكثر من 103 سنين قريب 106 بالهجري، قال انا افسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بان اهل الغرب المقصود في الحديث هم الجزائر، هم الجزائر. وهذه الكلمه قالها قبل ما مع الغرب الاقصى يطبع، قبل ما يطبع قال لك من نهار طبع كش ما بقى غرب، الغرب خلاص لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب قال هي الجزائر لا يضرهم. باش تفهموا فقط خاوتي على الحديث اللي راه يهضر عليه هنا وزير الشؤون الدينية، الحديث يقول لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وهنا راه يسيف فسرنا شكون هذو أهل الغرب اللي يتحدث عليهم رئيس الرسول صلى الله عليه وسلم. من لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب قال هي الجزائر لا يضرهم من خذلهم ينافحون عن المسجد الاقصى هو هذا البلد، بلد طاهر. اذا ربي اعطانا خصوصيات لهذا المجتمع، خصوصيات تحب المبادئ، تحب التضحيه من اجل المبادئ، تحب بلدها وتضحي من اجله. كما راكم تشوفوا يعني على حساب وزير شؤون الدينيه تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهار العالم كله الان خلاص تروح منه الكرامة والشرف، وراكم حابين تعرفوا الحق، وراكم حابين تعرفوا شكون مازالهم شادين، فعليكم بالتوجه إلى أهل الغرب. وهنا المقصود بأهل الغرب هم أهل الجزائر، لأنه قال لك الغرب كانت منطقة كومبلي تاع شمال إفريقيا، ولكن يبدو أنه الغرب الآن من جهة المروك طبع سما الحديث ما يسقطش على هذه الجهة صاي لأنها خائنة، فتقعد الجزائر وتونس. علاش نضحوا من أجل هذه الأرض الطاهرة؟ أرض عجنت بدماء الصحابة بدماء الفاتحين، ورانا بأمر من السيد رئيس الجمهورية رانا نهيئوا في المكان اللي راه فيه الصحبة الصحابة رضوان الله عليهم في بسكرة باش يتصون ويعطى له قيمة. سيدي عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه يتجدد المسجد تاعو كما عنا من قبل وراح، لماذا؟ لأنه هذا تاريخنا وهوي. توشكم خوتي في تفسير وزير الشؤون الدينية حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خبروناكم في التعليقات. الآن خلونا نروح الأخبار الأخرى. قبل ما نروح الأخبار الأخرى خاوتي، يعني المغني سعد المجرد خرج لهم بهذا الروبا
أثارت الجدل يعني. إيه فهمني أنك أنت إنسان فاشينيستا وقع، بصح هذا الأمر غريب، اسمح لي يعني، ماك تتشبه لا بالنساء لا بالرجال، راك تتشبه بالأطفال الصغار. بخصوص الجزائر الآن، يشهد لها العالم أنها بدأت تسترجع أمجادها. قبل ما نروح نشارك معاكم خاوتي تفاصيل حول كيف أن الجيش الجزائري الآن يتمركز قرب الحدود الليبية لأي يعني طارئ كان، خليني أشارك معكم هذا الفيديو للصحفي والمحلل السياسي الكبير رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم عبد الباري عطوان، يتحدث عن عودة أمجاد الجزائر. هو الجزائر الآخر اللي بحكي عنه، هو الجزائر. الجزائر الآن تعود إلى المشرق العربي وبقوة، مثل ما ثبتت نفسها في الداخل الجزائري وفي إفريقيا. الآن أصبح عندها فائض قوة. هذا الآن هذا فائض القوة سيذهب إلى اتجاه الصحيح. ليش بحكي لأنه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، حقيقة عمل تصريحين من أقوى ما يمكن، أو خطوتين من أقوى ما يمكن، تكشف عن المعدن الأساسي للشعب الجزائري وللقيادة الجزائرية. أعلن أنه فورا لما صارت انقطعت الكهرباء كليا في لبنان، وعن مطار لبنان، وعن المؤسسات العامة للدولة، حتى عن السجون وعن المرفأ، راح أعلن بأنه سيقدم للبنان هدية ومجانا شحنات من البترول. اللي صراحة اخواتي الامور اللي يقولها مهمة للغاية. انا يا حتى ممكن تعرف بلي الجزائر راهي تقدم الغاز الى لبنان ومجانا ثاني. روح كمل. تمشي هاي الكهرباء ويعود لبنان يرجع زيه زي اي شعب اخر. على الاقل الان 40 درجه الحراره في لبنان، الناس مساكين ماتوا. طب جوعتوهم وفقرتوهم وتسربتوا فلوسهم من بنوكهم، وكمان الان فيش كهرباء، ايش هالبلد؟ في لانه في فاسدين محليين، وفي ناس سرقوا فلوس لبنان، وفي لهم ديون على يعني العراق عليه ديون للبنان من البترول فقط مليار ونص مليار. وليش ما دفعتوا وليش ما رحتوا؟ حقيقة لسبب بسيط، لأنه رئيس مؤسسة الكهرباء في لبنان في إجازة. تخيلوا في هذا الوقت في إجازة، يعني طب ومين اللي أعطاه إجازة ومين سمح له؟ كيف بهرب؟ كمان رئيس البنك المركزي هرب، وهذا كمان الآن بهرب. شو هل يعني ما في مسؤولية على الإطلاق. فالرئيس الجزائري فعلا قدم لهم هدية، ما طالب منهم ولا فلس، قالوا هذا هدية للأشقاء في لبنان. هذه والله ممكن تعرفها أخواتي. الان هنا الصحفي هذا يقولون بلي يودي الجزائر راهي ولات لاعب اساسي وقوي. صراحه خاوتي ماشي اي دوله، ما تقدرش تفهموا انتم قيمه هذا الامر. ماشي اي دوله الان عندها ديجا فائض تاع الفيول هذا ولا تاع وقود اللي ينتج الكهرباء يقول لك ارواح نمدلك. حتى كبرى الدول يعني كان دولتين فقط عندهم الفائض يقدروا يتحكموا في الاسواق في العالم، الجزائر وامريكا فقط. نعم خاوتي قادر يبين لكم هذا الامر غريب، ولكن كل يوم تثبت لنا الجزائر بانه تقدر تدير أمور مستحيلة على كثير من الدول الأخرى. صراحة خاوتي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عطوان ولا عبد الباري عطوان تحدث على أمور مهمة، روحوا تفرجوها في اليوتيوب الآن تلقوا تفاصيل أكثر حول ما الذي قاله عن الجزائر في الفيديو أطول من هذا بكثير. حبيت فقط الآن أشارك معكم رأي العالم حول الجزائر الآن. بخصوص الجزائر والشركات تاعها الضخمة العملاقة مثل سوناطراك اللي أنقذت لبنان، في الحقيقة سوناطراك قال لك تعال مروك والله راهم يقولوا هكا خاوتي. ها شوفوا معايا الفيديو تعودوا تقولوا اني كذب عليكم. علاش كنشوفوا مثلا المغرب هاد الارتفاعات في الاسعار، وعلاش سوناطراك ما خرجاش؟ سوناطراك ما يمكنش، الرباط ما عندهاش المفاتيح، وسوناطراك ماشي تحت يدين الرباط. ما يكذب عليكم حتى شي واحد، ما زالت في التصفية القضائية الدولية ليست المحلية. مهلا، سوناطراك مغربية بالضبط، هذه هي المركشة وهي نسب كل شيء إلى إمارة مراكش. سرقونا حتى سنطرك بلا ما نجيبوا أخبار. مراكش كان يكذب ويخرط وأثر عليه الحشيش، فحسب أن سنطراك مراكشية وتماما. 20,000 في عقل لم يكتشف ذلك، بل وأثنوا عليه. لهذا السبب جهلهم خطر على أحرار المجتمع المغربي. أنا في هاد الوقيته مراك ومن يسالي الخدمة راجل. في مقدمته لما مرك واحد البلاد. خلونا نفهمكم خاوتي تعودوا صح تروحوا في الغلط ثاني. اللي هضر هذا الفيديو ماشي هذا المحلل السياسي، وانما هذا الفيديو مفبرك مديره لك شي واحد هكذايا، ماشي للجزائريين وماشي الجزائري اللي داروا، انما المروكي باش يخلي المراكا يامنوا باللي يودي مروك قوة عظمى في الحقيقة هي اللي تتحكم في الجزائر، ويودي سوناطراك اكبر شركة في الجزائر هي في الحقيقة ملك للمروك.
لكن كما على بالكم خاوتي الامر هذا خاطئ، مثله مثل اي امور اخرى تكذب فيها المروك، حول امتلاكها للصحراء الغربية، حول امتلاكها لللباس الجزائري، وحول امتلاكها للكثير من الامور الاخرى الخاطئة. بخصوص سوناطراك خاوتي، كما قلنا لكم يعني سفن الغاز الجزائرية الان مش غير تنقذ في اللبنانيين، لقذت حتى اخرين كمحاصلين في سواحل ايطاليا. قال لك الناقلة الجزائرية تسالة تقدم المساعدة للمهاجرين الغارقين قبالة سواحل سردينيا بعد طلب مساعدة من خفر السواحل الإيطالية. يعني خفر السواحل الإيطالية طلبت المساعدة من هذه السفينة الجزائرية اللي لقيت مهاجرين عالقين راح يموتوا من الغرق، فالجزائر ثمثم ولا هذه السفينة الجزائرية ثمثم قدمت لهم المساعدة. باش تفهموا خاوتي تكونوا دايرين في بالكم باللي هذ الجزائريين هذه السفينة الجزائرية اللي جبدت الأشخاص العالقين ولا المهاجرين هذوك ولا واحد فيهم جزائري، بل حتى فيهم المراركة. قالك تم استدعاء الناقلة بشكل عاجل من قبل خفر السواحل الإيطالية على الساعة 2 بعد الظهر أثناء مرورها بالقرب من سردينيا لتنفيذ عملية إنقاذ، يعني كان لازم تبعد من طريقها وترجع تنقذهم، رغم أنه يعني كانت رافدة ملايين الدولارات من الغاز. غير قالك هذو المهاجرين هما غير شرعيين، كانوا على متن قارب تعرض للغرق في البحر. الناقلة طبعا مادام كانت هنالك أرواح البشر على المحك استجابت بسرعة وما حبتش تفهم، استجابت للنداء وقامت بإنقاذ جميع الركاب الغارقين لعددهم 30 شخصا. وهذا 30 كما قلت لكم فيهم حتى المراركة، وكانوا من جنسيات مختلفة، ولم يكن هنالك أي جزائري من بين هؤلاء الركاب. طلعوهم في سفينة هلا فيهم، عطاهم الماكلة ورجعوهم إلى خفر السواحل الإيطالية. ثم شاكم خاوتي في هذا العمل النبيل، خبرونا لكم في التعليقات. كنبدأ نهضروا الآن الجزائر البريزيل اللي راهي دايرته في الدول العربية وفي العالم، ما نحبسوش خاوتي. فمثلا هوليك مصري واحد آخر زعف من هجوم المصريين على الجزائر لأنها طلبت من مصر فتح الحدود باش تدخل المستشفيات، وقال لهم بلي انتوما واقيلا نسيتوا بلي الجزائر كابابل دير أكثر. اسمعوا واش يقول خاوتي. أي أسلحة؟ الرئيس الجزائري طلع وقال لو المصريين فتحوا لنا الحدود الجيش الجزائري داخل. ماشي طيب، انا مش هردنا على الكلام ده. بصوا يا جماعه، الجزائر طول عمرهم في المواقف الصعبه جدعان معانا، وليهم مواقف معانا احنا كمصر وكجيش مصري لا تنسى. والرئيس الهواري ابو مدين ايام الرئيس السادات اثناء حرب اكتوبر، الرئيس السادات رفع سماعه التليفون وقال له الروس الاتحاد السوفيتي مش عايز يديني سلاح، انا عاجز ان انا احرر الارض بدون السلاح. الراجل خد طيارته وطلع على الاتحاد السوفيتي، مضى لهم شيكات على بياض يعني اي اسلحه، واتصل بالرئيس السادات وصحاه من النوم الفجر وقال له الاسلحه جايه لك في الطريق وانا واقف عشان اامن شحنها وتامينها لمصر، واحنا معاكم وفي ظهركم. مزيك الناس تشفع على التاريخ خاوتي، يتحدث على حرب اكتوبر اللي قامت الجزائر بدعم مصر ليس فقط بالاسلحه وانما بالجنود والجيش ايضا. وعلى حسب ما عرفنا من الجزائر يعني المواقف تاعها ما تبدلتش عبر التاريخ، الجزائر هي الجزائر، ما تخاف من حتى دوله في العالم. انتم مشاركم في هذا الموضوع خاوتي، ونشكر هذا المصري على توضيحه للناس اللي عقلهم فارغ. الان بخصوص الجيش الجزائري، طبعا بمثل ما هو رحيم ويدعم الدول العربيه بمثل هو حارس على حمايه امن بلده، كانت هنالك الكثير من التهديدات مؤخرا حول السنه الغولي اللي خلعتني حول اقتراب يعني الجيش تاع حفتر قرب الحدود الجزائريه ودورانه. لكن ما لا يعلمه الكثير من الجزائريين هو ان الجيش الجزائري دائما يتحرك بالسر، يعني مش يقول لك راني رايح من هيك، عمره ما يكشف الخطه تاعو. وفي نفس الوقت اللي راه المرار كيقولوا بلي حفتر دخلوا والجزائريين ما مش فاهمين واش صاري، الجيش الجزائري ديجا راه مسركل كامل الحدود مع حفتر، يدخل راس حفتري قدر الى الحدود الجزائريه بسنتيمتر واحد الراس يطير. قال لك اللواء 41 مدرع متمركز على الحدود الجزائريه الليبيه احد اكبر التشكيلات العسكريه لجيش الجزائر، جاهز لمسح كل من تسول له نفسه العبث بامن قومنا. مهم كما يقول المثل خليه سيء، خليه سيء ونهار يدخل يلقى المفاجاه. كما راكم تشوفوا خاوتي، رانا شاركنا معكم ابرز عناوين اخبار اليوم، راني متمني اسمع رايكم في التعليقات. كما على بالكم احنا نردوا كاع التعليقات ولا على الاقل نقراو كاع التعليقات. مهم، شكرا خاوتي على المشاهده، وسنلتقي ان شاء الله مع المزيد من الاخبار والمواضيع. الى اللقاء.